هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 12 سنة. بخير عليكم جميع الناس في العالم كله كيتصرفوا على قاعدة لا يلدغ الإنسان من نفس الجحر مرتين، أي أن الإنسان ما خصوش يتضرب من نفس الغار جوج المرات، وبالعامي الصريح حتى واحد ما خصو دار بيه ديما. البوجادي هو عنوان حلقة هذه الليلة، وكلمة البوجادي كيف تتعرفوا هي الغشيم، أي الإنسان اللي ما كيعرفش يعيش، الإنسان اللي ما كيعرفش يتصرف. وهذه الصفة ديال البوجادي ماشي أنا اللي طلقتها على شخصية الحلقة، لا هو اللي طلقها على راسه. أما أنا فكنت غنختار لي عنوان آخر ولكن جا طويل، وهو الشخص اللي عزيز عليه يتصيد. إيه كاين هاد النوع ديال الناس اللي عزيز عليهم يتصيدوا، تابعوا معايا وغادي تشوفوا. ربيت على العائلة ليا الحمد لله بخير. الأب ديالي كان مسير واحد ستاسيون ديسونس، موزات مع الأخ ديالو تا هو عنده بحال هكا كان ستاسيون ديسونس، كان كلشي بخير الحمد لله. كانت واحد الدار كبيرة فيلا من هاد الجهة من هاد الشارع وشادة الزنقة أخرى، دونك سكيفا كجوج كل واحد في فيلا، العم ديالي والأب ديالي. وتربيت بخير اللهم لك الحمد وقريت في مدارس مزيانة. فين هاني؟ لاباس مش لاباس الحمد لله. غادي مش كتسول الصح واش يشبشي؟ يلا واش يشبشي يبقى خصك تمشي معايا تعشير. علاش نمشي معاك بالزز ولا بالخاطر؟ وانت صاحبي وخويا انت خصك تمشي معايا. يلا صاحبي يلا ما كنت كنقرا ديك الساعه وكنت كندير هنا في سيبريني كنت كندوز ديكور ديال الليل دي سوار، كان صعيب باش تخرج من المدرسه وتمشي ودير. كانوا شراو لي واحد موطور باقي صغير باقي عقل وكنمشي به باش كنديبلاصا، وميم طون كيبقى بنادم خارج مع صحابو وكنخرجوا نضربوا دورات. وهلا مات العم ديالو فبدات المشاكل بين باه وولاد عمه، الزم نفسيا وما قدرش يكمل القرايه وخرج. بديت كنشوف داكشي ماشي هو هذاك بالنسبه للدخل ديال الوالد وبالنسبه للحاله العائليه ما بقاتش كيف كانت. انا كنشوف حيت بنادم كيكون صغير كيلاحظ. عرفت بان الستاسيون حيت كنت كنمشي ليه، كنت كنمشي عند الوالد نشوف شنو كاين عاده ونجيب حالاتي، ما كنجلس نخدم غير كنشوف كنضرب دوره وكنجي. وليت كنمشي كنلقاه مسدود وكنلقى فهمت، ومع بعض الوقت كنت كناخذ مصروف من تما كيف كيقولوا فهمتي، كتبغي تهرب من داك كتخرج الزنقة بدون ما تشعر بدون ماشي كتخرج تقصر لي بواط هادي فهمتي، شويه هكا شويه هكا كدير كلشي. يعني كتجلس مع ناس كبار، كتجلس مع ناس مشردين، كتجلس كتاكل الفانيل كتاكل لاكستا كتضرب الغبره كتشرب ماحيه كتشرب شي واحد. Oh,
في الحي ديالنا كنا كنجلسوا مجموعين مع الدراري صحابنا قد هكا، وكان معنا كان وسطنا كيجلس معنا واحد الدراري صغر منا بشي عام ولا بحال هكاك ولا عامين، وهاد الدراري هذا كبر معنا كنخرجوا مجموعين وكنجلسوا مجموعين، وبقى كيجلس معايا تقرب ليا وبقى صاحبي وهذا. شوف الخبر وجو قالوا قالوا عيط لي اش باغي، باغي نخدموا باغي نسافروا باغي نطيروا باغي طشطش اللي بغيت انا معاك، انت ما عندي تريال وبرك تقول لي باغي وباغي وباغي وبين لي برك من الغنى الغنى دابا انا كنغني وغدا مع الزوج تلقى واحد الفيلا ديال السكتاني تشوف الغنى ديالك بصح من هاد الهضره كامله راه شي قارو زيدو بالشقاق الله يعفوك. سمعت بحيت ساكن نغوت عليك ما كاين حتى مالك طشطش شويه وكان شوف مالك ساروت من الصباح كنقلب عليك ساروت عرفناه مالو حيد ديك الموسيقى وغنهضروا مالو في حال اي حاجه فاسبارشو شحال اي حاجه اي حاجه شوف خونا نزور دوم معاك نقلب عليك من الصباح شد راه محتاجك هاد الساروت كيحل اي حاجه غني ليا عرفت شنو نغني لك هذا بحال طوموبيل دار مستقبلي انا وياك نحيدو من الفقر كاع حاجه كيحلو شدو وشبعني وغيعجبك الحال وانت راه غير داوي داوي اه قلب عليك من الصباح انا ما كنتش انا كنت فاقد الوعي ربي يسمح ليا من باستعمال المخدرات وباستعمال هادشي اللي كنا كنديرو، وهو جا عندي قال لي ودي راه كاين وهاكين راه واحد الطوموبيل هنايا محطوطه في الدار هادي راه غادي ودخل هو دخل هو يا ربي تسمح لينا وحنا ما كناش عارفين بنيه بانني انا غادي النيه ديالي انا غادي نمشي نسرق سرقنا دار سربي والفيروس امشوي علينا فيروس ما فيروس يلا سير دورك يلا سير دير الباب سينا واخر مره تقيتني بوجهي ما تقولش لي خاوني الطوموبيل الصاد اخا غادي تدف الطوموبيل خاوني الباسبارتو ديالي اش هذاك اللي كنقول لك قبيله راه كيحل كاع الطوموبيلات نزيدك هادي التحيد النضه لصحيد هذاك من اللور دير حدا رجلك انت شنو هي شنو فيها ها هي ها هي شنو فيها ها هو انت دير حدا رجلك وسكتنا سول بزاف قلت له شنو دير فيها قال لي ودي راه فيها شي ذهب غادي تمشي معايا نمشيو نشوفوا الاخت ديالي الا كانت غادي تبيع هادشي اللي فيها تتلقف في السينيال شوف الدار وغادي نجي تسلم هو بنادم حبس الطريق اخويا ما كفرك علينا على حنان البشر اصلح لينا اخويا ندوزو ندوزو طالع
بغيت نزيد شويه. قلت زعما راه ماشي مشكل، ما كاين حتى شي حاجه، راه ماشي شي حاجه كبيره. تبعني هذاك السيد تبع الخبز ولا ما عرفتش، بقى تابعني مابغاش يتفاك، بقى تابعني 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 تابعني، بقى تابعني السيدي ابخي واحد نص ساعه وحنا مجروقين تما. وقفوا البوليس، البوليس وقفت ليا بحال هكا، ما عقلتش اكزاكتومون كيفاش وقع المشكل. وقفنا، وقفت انا، خرجت شدوني بحال هكا، هما شافوني شافوني مقلقب، شافوني عارفيني مالك مالك الاوراق ديالك، بالاوراق انا ما كانوش عندي الاوراق مع اصلا. قلت لهم ودي راه السيد راه طلع هنا، انا بغيت نحول الطوموبيل من هنا. قال لي واخا بيرمي ديالك ما عنديش. مشينا بعدا في الاول فين وقعت الكسيده، قلت لهم ودي راه طلع هنا. طلعوا هما ما لقاوش السيد، وعاود خرجنا خرجنا مشينا للحي فين كيسكن السيد الوزيز. ومني مشينا قلبوا دارهم هذا ما كاينش السيد ما كاينش، رجعوني انا الكوميساريه. شوف اجي من الاخر اللي عندك تحطوا ليا بلا بكابل هادي بلا والو باش نخدم معاك راجل. والله الشاف ما درت شي حاجه، انا مصوت الوالدين ديال الجهاد هو اللي خرج عليا، قال لي الله معايا وليت غادي معاه، عنده باسبورتو دخل هذيك الفيلا. والله ما قالها ليا، والله ما درت شي حاجه انا الشاف. اسمع نقول لك داكشي ديال هذا ولا هذا ما عندي ما ندير به، قول لي اش كاين. والله ما درت شي حاجه الشاف، حدي فاش خلى الطوموبيل وسط الطريق بغيت نحول هذاك الضارب هذاك، هربت من هذيك خينا تبعني دخلت مع لها انتيردي شديتوني نتوما. والله ما شفرت الشاف. انت ما درتي والو؟ والله ما درتي حاجه، ما داير لا بيدي لا برجليا. شوف فيا كنهضر معاك، انت قول لي انت اش داير، اما هذاك خلي بوحدو. الله يحفظك الشاف، انتوما تسولوا الجهاد شديتو والله هو يقال لكم كل شيء. والله ما درت شي حاجه الشاف. شدوني انا بوحدي بليطو، هو راه هو معباه شويه بيستوني، راه صيفطو الميريكان خرج ما تشدش فيها نهار. دوز شي سنه ونص وانا في التحقيق على واحد العلم يحضر هذاك السيد اللي كان سميتو، ساعه ما حضرش هو ما جاش، وخديت الدقه على ظهري انا. وكان ليا 3 سنوات دخلت للسجن. ما المسروقات اللي هي شنو النوع ديال دوك المسروقات، حتى دخلت للحبس حتى قالوا لي ودي راه اللي كاين وها اللي كاين، راه كاينه 200 مليون تما ديال الذهب وهذا وهذا. وبقيت في السجن، كان مشكل كان مشكل كبير باش تتاقلم مع دوك الناس، كان بنادم مولف عايش في شكل حتى كيولي يلقى راسو في شكل اخر، ومبرزت مع الدار والمشاكل اللي خليتي وكتبقى فيك الوالده بزاف، كتبقى تفكر تما كاين داخل كتفكر حاجه واحده هي الام ديالك. كان كيجي زوري الاخ ديالي، اخ ديالي كان شويه مسكين مريض، وكان كيجي يزورني واحد، كان كتجيني ماكله، كان كيجيني في بلاصه الفلوس كيجيو الكارو، وباش كيتصرف بنادم تما كاين زعما. تريدي ديك الساعه كنت كنمشي نلعب كره، مره تلعب الكره مره هذا، واخا كيكون بنادم شويه تحت الضغط. وملي كنت في السجن وقربت نخرج كنت كنفكر بحال هكا، كنت كنقول زعما راه صافي راني تبت، راني ما باقيش نعاود شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك. عرفت بان عرفت الحقيقه وعرفت شنو خص الانسان الطريق اللي خصو يمشي فيها. قلت غادي نخرج غادي نعاود نخدم ان شاء الله مع الاب ديالي في محطه البنزين ديالو. ساعه ملي خرجت صدمت بواقع اخرى، لقيت بان راه المحطة باقا سادة، حيت الاولاد ديال العم ديالي هما اللي بغاو هذا الشيء يكون بحال هكا، وعرفوا بان راه الاب ديالي ما سميتوش هذيك الدار اللي حنا فيها، والاب ديالي مسكين بسبب هذا الشيء مرض واحد المرض خطير اللي هو
حتى تصاب مسكين كونسير في الكبده ديالو. وانا ملي كنت كنبغي ندخل انا حيت مع كنت شويه قبيح وشويه هذا ما كانوش كيخليوني نعرف، لانني كون عرفت انا ديك الساعه ما غاديش غادي نقدر نكون تورط في شي حاجه قبح من هادشي اللي فيه دابا انا، لان شي حوايج ماشي غير ستاسيون، لان شي حوايج اخرين بحال عقارات، بحال شي حوايج اخرين شدوهم هما دارهم في سميتهم كاملين هما، وهما خداو داكشي كامل موخا المحكمه. وهذا المحكمه كتحكمها بالاوراق، كتحكمها بالدلائل. لقيت هاد المشاكل كثيره، قلت الحل الوحيد هو انني خويا البلاد. ربيع دوز الحبس في الجريمه الاولى وقال انه غير تصيد، فكيفاش ورط راسه من جديد في حرب عصابات خطيره جدا؟ ربيع مراد دير كي داير خويا؟ فين؟ صحيحة بخير. هاني انت يا كلشي مزيان؟ تغبورات الله يحفظك الحمد. ربيتي اللهية راك عارف الحبس راه دوزناه فراسي يا صاحبي فراسي. الدار بخير بعد اللهم لك الحمد كلشي مزيان الحمد لله. جي عندي باغي على حسابك صافي انا النمرة ديالك عطيني انت نمرتك قيد قولش. هاد الاخ هذا كان صاحبي في الصغر كيف كنقولوا كبرنا اونصومبل، كنا كنجلسوا مجموعين ديما في الحي ديالنا، وعدني بانني انه يقدر يخرجني لاوروبا طريقته الخاصه. عندك يلا اخويا سير مراد ما تنسانيش الله انا بغيتك يلا. وكنا كنجلسوا مجموعين وكنخرجوا كنمشيو حتى لتطوان كاع نسافروا ونجيو، كنمشيو كنجلسوا تما كنقصروا كنجيو بحالاتنا مزياني ولا شي خلاص. بقينا كنمشيو كنجيو بحال دابا كنقولوا كيوعدني كيقول لي ودير هاد الخطره غادي نمشي ولا خطره اخرى غادي نجيو، كنمشيو كيقول لك لا راه من بعد ما كاينش شكون اللي غادي يدينا، زعما على كيهضر على دوك صحاب المراكب اللي كيهزوا هذا. وعاود رجعنا مشينا في الشتاء وكان البحر ماشي هو هذاك، وعاود رجعنا وعاود عاوتاني خطره اخرى في الصيف. حنا باغيين نمشيو نحرقوا راه ماشي غادي نقصر ولا غادي ندير ولا غير بحكم انني غادي لتما راني تجمعت مع الدراري، دونك سكيفي خصك تكون معاهم فين ما كانوا، خصك تكون معاهم قهوه هنا فين ما مشينا راه كنمشيو مجموعين. وواحد النهار عيط ليا قال لي ودي عيط ليا خبرني بانني ودي راه الا كنتي بغيتي تمشيني تناويني تمشي راه حنا غادي نساعدوك. شنو هذا ديال هون؟ هاد المرة ما خصناش نسكر مرة نضرب على تخونا اللي ورايا مالو؟ ما عرفتش ايش؟ لا ترى واحد من الدراري ديال هشام هاد اللي هنا ورانا الدراري ديال هشام شحال شحال الله يلعب عطى الصور الطوموبيل داك السيد الشخص اللي كان جالس حدايا اللي هو معنا اصحابنا اللي مشينا من هنا من كازا، عطاه باش يمشي يجيب شي فلوس. تتفاجئنا بداك الشخص راجع لعندنا كيجري ومخلوع. مالك؟ ترى نايض الزرع وطو سيوفه واحد الوحده راه ما عرفتش منين خرجوا ليا، الطوموبيله ما وقفت حتى شي طرف صحيح، وكما رفعوني شي كبيره والله ما وصل عندكم لهنا، كانوا غيقتلوني. مالك ما مالك؟ قال لك اودي راه شي وحدين بالسيوفه راه كانوا غيقطعوا لي راسي، راه ضربوا الطوموبيل بارابريز وهذا وهرسوها، خرجنا كنجري ولقينا هذوك الدراري راه مشاو هربوا مشاو بحال هكا. فشافوا سيارتهم مهرسه، مراد بوزياني اللي هو الشاف ديال المجموعه خدا طوموبيل اخرى وغادروا الملهى. رجعنا للمارينا سمير جلسنا في الدار. قال لي انه مشى للدار يعني ما مشاش معاها. وبالاطلاع على وثائق ملف القضيه من محاضر البوليس حتى لتقارير قاضي التحقيق ثم المحاكمه كيبان انه ربيع ما مشاش للدار. في الطريق هما غاديين غتبان لهم سياره فيها هذاك الشخص اللي هرس لهم الطوموبيل ومعاه واحد اخر. ماما صافي تتلخص تبع تبع تبع
سؤال، هو واش ربيع كان معاه؟ في تقارير البوليس قاضي التحقيق ومن ضمنهم الشهادة ديال ربيع قال بأنه فعلا كان معاه، ولكن في المطاردة تضرب ليه راسه فغيبه فقد الوعي وما فاق حتى لقى راسه في الدار في مارينا سمير. مراد كان مصر على الانتقام، غادي يصدمهم وغادي يتقلب. في الشهادة ديال هذاك المتهم الضحية اللي كان هرس لهم الطوموبيل كيقول واحد الوثيقة أنه فوجئ بمراد ينهال عليه بواسطة سيف، فيما الآخرون قاموا بالاعتداء عليهما بالسيوف والعصي. واش ربيع ضربهم؟ الشهادة ديال هاد الجوج الضحايا أكدوا أن ربيع كان حاضر ولكن ما ضربهمش. في الوقت اللي كان مراد بوزياني وصحابه كيضربوا في هاد الجوج كانت نايضة ومشابكة في الملهى. حتى دوك الناس ديال تما ديال الشمال راه كانت بيناتهم تا هما مضاربة، تا هما راه ضاربوا بين عصابة الرماش وعصابة هشام حربو. كنرجعوا لمجموعة بوزياني كنلقاو أنه في ظروف غريبة غادي يفقدوا واحد من هادوك الجوج غيسلت ليهم، ثم غادي يفقدوا الضحية الأساسي اللي كان مراد بوزياني باغي ينتقم منه، هو الشخص اللي هرس ليه الطوموبيل ديالو. كيقلبوا عليهم غادي يجي تليفون بوزيان من الرماش كيقول له باش يلتحق به كلينيك الريف، حيت تماك راه كاينين الجرحى ديال عصابه حربون. بالفعل مراد بوزياني ومجموعته غياخذوا الطوموبيل وغادي يمشيو لكلينيك الريف، وغادا تنوض معركه بالعصي والسيوف ايضا، وكان معاهم ربيع ايضا. ما كيهمناش في هذه القضيه واش ضرب ولا ما ضربش، ولكن كاين في التقارير انه كان معاهم. وفي خضم هذه المعركه الدمويه مراد بوزياني طاح لي واحد الفردي كان هازه معاه. فكان على جميع أفراد العصابات الثلاث أنهم يهربوا. شنو هاد السبب اللي أدى لهاد المعركة بهاد الخطورة وفي المغرب؟ هما وقع لهم واحد المشكلة أستي، داو شي طون ديال الحشيش لواحد السيد في اسبانيا سميتو هشام حربون. هذاك الدري عرف بأن حسن العديل تبعت لموني الرماش، انا ما عرفتش هادشي. هذاك الدري بغى ينتقم من هاد السيد هذا، هاد مراد بوزياني هذا، وهو باش عرف بان هاد مراد بوزياني هو اللي دا. بعدا باش نجيك بالتفاصيل بانه هو اللي دا، حيت هذاك منى الرماش كانت عنده واحد اس ال ار، واحد ديك الساعه
2003 عطاها لهاد مراد بوزين. حنا كنمشيو ندورو بها تما كاين. شكون هاد ولاد كازا اللي كيضرب الطوموبيله ديال منير رماش؟ شكون هو؟ فلان وفلان وفلان. السيدي قال هاد الدراري الكازاوا راه هما اللي داو ليا السلعه ديالي الفوق، راه كيفاش خصني ننتقم منهم؟ حنا ضحايا ديال هاد الناس، انا ضحيه بوحدي بوحدي ضحيه ديال هاد الناس هادو. مراد بوزيان هو شنو خبى عليا هاد الجانب هذا؟ ما قالش ليا ودي راه كاين وها كاين وها كاين وها كاين. حنا كنا صحاح ديك الساعه هنا وكنا يا ربي تسمح لينا. انا مضربه قبيحه شويه فهمتي، مضربه شويه صعيبه اللي تضرب فيها تضرب واللي هربنا بحالتنا. قال لي غادي نرجعوا لكازا. رجعنا لكازا جلسنا بقينا جالسين بحال هكا. كنتفاجئوا بجميع الصحف الوطنيه وجميع سميتو بان راه المشكل كبر وهذا وراه شوقع وشوقع وشوقع. جالسين في واحد الدار ديال كاليفورنيا وفي نفس الوقت انا كنهود حيت انا ما عنديش مشكل، كنهود الدار كنطلع للوالدين وكنرجع بحالاتي عنده. وواحد النهار مشيت لعندو جلست معاه تغدينا مجموعين هبطنا خارجين بالطوموبيل. هذاك السيد اللي كان معايا وقلت له هاد المشاكل هادي كيديروها الناس اللي عندهم جلالب بحال هكا يا ربي تسمح لينا. مع ديك الساعه كنا باقيين الناس اللي ما فاهمينش الدنيا اللي ما فاهمينش اللي كتورطوا بحال هاد المشاكل هادي. وزادوا بينا مشينا طريق الرباط طريق تماره اللي مشينا تما كاين دوزنا فيها واحد تقريبا واحد 8 ايام ما بين 8 ايام حتى 10 ايام بحال هكا حيت كيتصنتوا لك ماليوتوسكوب كيعرفوا حياتك كامله من الصغر. نهار بديتي نهار تزاديتي حتى نهار ديك الوقت اللي كيوقع حتى نهار داك المشكل عاد عرفت بانني انا تقحمت واحد المشكل اللي هو كبير بزاف كبير. حقوا معنا ومن بعد دفعونا لا بي ام بي جي هنا في المعارف وحقوا معنا حتى هما حقوا معنا مده واحد ديال 3 ايام صافي وتموت ودخلوا ومشينا للحبس. كل بزنزانه ديالو كتخرج بالباندا كتطلع كتحقق معاك بالباندا وكتهبط يهبطو يهضر معاك بالباندا كتدور وجهك بحال هكا وكتلقي يدك من سميتو يديروا لك المينوط عاد باش يحلوا الباب عاد باش يديروا لك الباندا وتطلع يبقاو يحقوا معاك. خرجونا واحد النهار داونا للحبس ديال تطوان. الغلطة ديالي انا اللي اختاريت اصدقاء كيف كنقولوا اصدقاء السوء وكنت في المكان اللي ما كانش خصني نكون فيه. فهاد القضية اللي تشهرت بملف الرماش ومن معه 26 واحد توجهت لهم تهم خطيرة من بينها محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تكوين عصابة إجرامية، تصدير والتجار في المخدرات، الاختطاف والاحتجاز والتعذيب في حق شخص، حيازة سلاح غير شرعي، مخالفة قانون الصرف والجمارك، والتزوير في وثائق إدارية. أما ربيع فتوجهت له تهم التجار في المخدرات، المساعدة على الاختفاء، محاولة القتل العمد والهجوم على مسكن الغير.
ومنين دخلنا للسجن بقينا فيه شي سنه وحنا كنمشيو باش ننتظروا المحاكمه ديالنا. دزنا عن التحقيق دوزناه في 6 شهور. 6 شهور دوزنا التحقيق ساليناه، درنا مقابلات بيناتنا، واش كتعرف هذا واش كتعرف هذا. الحمد لله هذاك السيد الشخص منير رماش قال لي انا ما كنعرفش هذا السيد هذا، ما عندي معاه علاقه، اللهم الحمد. ومنين بقينا كنتظروا، منين دوزنا ديك تقريبا سنه غادي نتحاكموا، باقي نعقل في هذاك الشهر الاخير باش نكملوا السنوات. كنا كنمشيو يوميا للمحكمه، كانت ضغوطات كثيره، حتى هذوك القضاة مساكن كنتعين واحد القاضي باغي يدوز الملف ديالنا ما قدرش، حيد جا قاضي اخر، عاود جا قاضي اخر. كنمشيو كنبقاو حتى 3 الصباح 4 الصباح ونرجعوا. كنمشيو كنجيو يوميا، وكانوا بزاف البوليس في المحكمه وبزاف ديال وسائل الاعلام. والنهار اللي غيتنطق الحكم، النهار اللي غيتنطق الحكم كنا جالسين كاملين وكلشي كيتسنى المصير ديالو. من مدينة تطوان وما أسفر عنه فصل آخر من فصول المتابعة القضائية لملف منير رماش ومن معه. فقد أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان أحكاما استئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعشرين سنة نافذة في حق كل من منير رماش ومراد بوزياني. منير رماش كنت كنشوف فيه والله العظيم منين عطاه 20 عام وحق الله العظيم إلا كنشوف فيه اش غادي نقول لك. مشكلة ما نقدرش نوصف لك كيفاش داير والله. اي والله العظيم إلا بحال كتحضر لشي واحد غادي يتعذب. القاضي كان كيبدا من البراءة وغادي عام عامين 3 سنين 4 سنين، وصلت 8 سنين باقي ما سمعتش التسمية ديالي. المحكمة تابعات ربيع بتهمة واحدة وهي محاولة القتل، وحيدت عليه برأته من جميع التهم الأخرى اللي كانت تابعته بها. ثم أن المحكمة خدت في الاعتبار ظروفه الاجتماعية والعائلية وارتأت أنها تمتع بظروف التخفيف. ومنين بغي يقول بغي ينطق بالعشر سنين والله العظيم ما سمعتش هذيك العشر سنين ما سمعتهاش. هما خصهم يكونوا محاكمات بحال هكاك، الناس اللي يستاهلوا بحال هكاك، ولكن بحال الناس اللي ما دايرين والو. علاش الناس اللي مش ما دايرين والو، الناس اللي ما ايش نقول لك، الناس اللي حلت عينها لقات راسها في هاد القنبوله بحال هكا، راه صعيب الحال صعيب. ربيع مهما يكون انسان واقعي، هو ما قدرش يقول بانه بريء انه تصيد، وما تصيدش غير هذيك الليله، تصيد من اللي قبل انه يترافق مع مراد بوزيان، وتصيد من اللي قبل انه يخليه يصرف عليه الملايين في المنتجعات وفي الملاهي، وتصيد تصيده الكبيره من اللي لقى راسو ديك الليله في عش الدبابير، يعني في واحد الفخ خطير. في هذيك الليله كانوا 3 البارونات، هشام حربول وعصابته واللي تحكم بسبب هذه القضيه بالمؤبد، منير رماش وعصابته واللي تحكم بسبب هذه القضيه ب20 سنه، ثم طيب الوزاني المشهور بلقب نيني واللي تحكم ب8 سنين وغير خرج تقتل في اليخت ديالو، واخيرا مراد بوزياني هو اخطرهم اللي تحكم ب20 سنه وهرب من الحبس وعاود تشد وتحكم ب25 سنه. ففي تلك الليله الملائكه لم تكن تحلق في سماء تطوان. هذه القضية جرت متهمين اخرين من الوزن الثقيل، وجرات المحاكمة ديالهم في محكمة العدل الخاصة بالرباط. وقد تعرفت هيئة المحكمة على هوية المتهمين 32، من بينهم مسؤولون سامون بالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك وقضاة وكتاب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال. ويتابع في هذه النازلة التي تعرض لثاني مرة على المحكمة أظن يوجد من بينهم 5 في حالة صراح بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.
الوالده ديالك قلت لها ودي بلا ما تقعد تكلفوا العناء ديال واحد كانوا كيمشيو عندي حتى لتما ويجيو وصعيب الحال صعيب باش يسافروا عندك حتى لتطوان شوينا نقول لهم ما يجي عندي حتى واحد حتى تشوف الاول وانا بدا باقي بنادم ما عارفش فهمتي باقي خصو محامي خصو هذا ودفع الطلبات ديال الدراسه ما كانوش تقبلوا ليا كنت كنصيفط الاخ ديالي مسكين كان كيمشي كيقولوا ليه بلاتي لا راه ما يمكنش دابا يتقيد بلاتي تدوزت خمس سنوات هذا باش تقبل ليا ندخل للدراسه ودخلت خديت درت الباك درت باكالوريا باك لاتر 69 70 71 72 73 74 75 كنقراو كنجيو الحمد لله توفقت خديت الباك وخديت حتى لي ليسونس القانون العام الوغ خصك تخدم بعقلك شنو خصك دير خصك تريني وتصلي وتبعد على اي حاجه خير صح باش تخرج سالم لان كاع الناس اللي كضرب الحبس طويل امبوسيبل يخرج بصحته وهذاك الا ما دارش ثلاثه الحوايج المشكل الكبير اللي كان أثر عليا وزاد أثر عليا في السجن هو المشكل اللي كان وقع عليا في رجلي طرطقوا لي اليوم الكوازيت شي معروف مع الثقل مع البوا تخيل معايا إلا كنتي شي حاجة إرجو غتموت ما تخرجش للسبيطار تيجيو البوليس يخرجوك حيت نورمالمون كيخرجوا الناس اللي في الحبس كيخرج معاك الموظفين ديال الحبس ولكن اللي في الملفات بحال هادي ممنوع انت عندك مشكل كبير الا بغيتي تخرج السبيطار خصنا نعيطوا لك البوليس يجيو وخرجت عند كان فتح لي هذاك السيد اللي سميتو قلت له ودي الله يجازيك بخير الا كانت غادي تكون شي حاجه شي مشكل في العمليه ما ديرهاش ليا وقال لي ما تخافش ولدي وما تخافش غيكون الخير ما تخاف حتى حاجه قال لي ناجحه ما عندكش شي مشكل كبير وراه خرج لي على رجلي خرج لي على رجلي المهم الانسان راك عارف السجن كيفاش كيدوز راه واخا يكون بنادم ما عرفتش شنو كاع ما كيفكرش وما يكونش كاع ما كيفكرش ماشي صحيح ما كيفكرش ما عندوش العقل غادي يدقدق غادي يدقدق لداخل عندي لا طونسيون هايبر طونسيون كاع المهم هادشي غيكون ربحته من داكشي اللي داز عليا ربيع دوز العقوبة ديالو كاملة 10 سنين ديال الحبس ما جا حتى عفو ولو بسيط حيت تورط في قضية حرب عصابات خطيرة على الأمن في البلاد عارف راسي فين غادي ما كنتش عارف راسي فين غادي ما كنكذبش عليك لان الدار عرفت بان راه كانوا جداو عليهم انا في الحبس قلت حتى اش غادي ندير قلت اول حاجه خصني نشوف الوالدين ولا بدا اما انا ما على باليش خصني الوالدين واحد الاخ ديالي عيط له السلام عليكم وعليكم السلام قلت له ودي الوالد الوالده اش كاين قال لي يلاه يا ودي الوالد الوالده هما هنايا راه وقع المشكل حكى لي انا عارف بانه غادي يحكي لي هذا الشيء بقى كيعاود لي دابا المشكل قال لي قلت له فين هما قال لي هما هنا في ستاسيون ديال الاب ديالي مشيت لتما دخلت وقفت جلست برا حيت هما جالسين غير داخل في هذا المهم خرجوا عندي فهمتيني بقيت كنشوف بحال هكا قال لي علاش هما عايشين في ستاسيون باش فهمتي باغيين يطالبوا بحقهم باغيين فهمتي علاش وعايشين مساكن في ستاسيون شويه كارثه ما عليناش خرج عندي الاب ديالي والوالده ديالي من شفتهم تصدمت قلت لهم كيفاش الوالدين يقولوا ولاو بحال هكا كاع فتره قصيره 10 سنين ولا هما انا كتبان لي قصيره وما واقيلا هي راه الله اعلم وكبروا بزاف كبروا بزاف بمعنى الكلمة اش غادي نقول لك عاوتاني صدمة أخرى وبقيت جالس معاهم شوية بحال هكا قالوا لي يا ودي علاش غادي دير ولدي أنت لا بغيتي تجلس راه كاينة واحد الدار هنا ديال الأخت ديالك في ذاك الديور الاقتصاديين ومشيت جلست قلت لهم والو والله تمشيو معايا مشيت ديتهم معايا تما كاين نهار الأول هذا مشيت جلست تما بقيت عشان كنقول لك بقيت كنشوف فيهم وكنبكي بوحدي فين ما كنجبد معاهم ستاسيون ولا شي حاجه كيقول لي لا وليدي ما تجبد حتى شي حاجه دابا خلي هذاك الشيء راه ما في المحكمه خلينا نشوفوا راه خوتك راه كيعرفوا اش كيديروا غادي
فاش كنت في السجن كانوا كيدوا على هذا المركز ديال الرعايه اللاحقه كيتبع السجناء من بعد بالحبس. كنت متيق وكنت ما متيقش في نفس الوقت. مشيت لمركز الرعايه اللاحقه التابع لمؤسسه محمد السادس لعدد من السجناء واستقبلوني وبقيت تما. كاين كانوا سولوني في الاول شنو كتعرف دير، حكيت لهم القصه كامله وقلت لهم ودي انا راه معمرني. كنت شي يامات بانني بعت وشريت في شي حاجات الحوت بحال هكا. تقدروا تعاونوني بشي حاجه ديال بشي حاجه بحال هكا؟ قال لي ودي نقدر نعاونوك نقدر نساعدوك واخا. من بعد دازت واحد المده عيطوا عليا قالوا لي ودي راه حنا قررنا باننا غادي نعطوك موطور ديال الحوت شي تخدم به. قلت لهم واخا ماشي مشكل ديالي. وفي نفس الوقت كانت واحد الزياره ديال سيدنا تما للرعايه اللاحقه في هذاك في 2015، وكنت انا كنت مسجل ضمن الناس اللي غادي يستافدوا من هذا. وتسلمت هذيك الهيبه ورجعت للدار الحمد لله. وها انا دابا كنستمر الحياه الحمد لله. وحوت هاوت 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 واستديم يا الزين جوج لجميع هاك يا امي يمشي نقراو ديال البلاد هاك الحاجه خذي وتفكريني شويه واستديم هاوت هاوت يلا قول المليح قول المليح باع وراه هاك الحاجه ها هو من عندي ديال البلاد. الحمد لله اللهم لك الحمد. عايش شويه مستريسي ولكن ماشي مشكل. عايش شويه مستريسي ماشي على قبل انا، على قبل الوالدين اللي كانوا فينا وعمرهم على قبلنا ومساكن دابا وما ما 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 وقع لهم هذا المشكل هذا. ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد حنا كنتقاتلوا مع الوقت اللهم لك الحمد. الحمد لله تبت 2000% لان داك الشيء اللي داز عليا وداك الشيء اللي دوزت راه ماشي سهل ماشي سهل ماشي سهل صعيب بزاف. اللي ما عرفش شويه عرفت بزاف عرفت بزاف من خلال التجربه اللي دازت عليا هاد 10 سنوات صعيبه بزاف. هاد ما بين 19 و 23 و 24 هاد لاج هذا هو اللي صعيب خص واحد فيه بلاد براس. خاصك تحضي راسك مزيان لان مشيتي تغلطتي حيت تقدر الله سبحانه انت وزهرك انت غلطتي تقدر تغلط غلطه صغيره ماشي مشكل وترجع. ولكن الا مشيتي تغلطتي راه كاين بعض المرات ما كتحسش براسك هذيك الغلطه العواقب ديالها قداش غتكون تقدر حياتك كامله تمشي وحده وراسكم. هادشي اللي غادي نقدر نقول لهم وما يجيش يضحك عليهم شي واحد يقول لهم اودي هادشي ديال لي بواط ولا يلا مشيو نخرجوا برا ولا حتى حاجه فهمتي. داكشي كامل والو داكشي كامل كذوب في كذوب في كذوب وطريق الله رو وطريق غتوصلك لشي حاجه اللي معمرك ما تقدر تصورها في راسك. الحمد لله تبت الله سبحانه وتعالى وداكشي كامل اللي كان دزنا في صغرنا وهذا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يغفر لنا. نيابة عن السجناء، سؤال هذه الحلقة كيتعلق بحالة العود واللي كتسمى الوسط السجني العودة السريعة، أي العودة إلى الجريمة وبالتالي العودة إلى السجن. واش سياسة إعادة الإدماج ديال هاد السجناء اللي تيخرجوا على مستوى الرعاية والتكوين داخل السجون وخارج السجون؟ واش هاد السياسة نجحات ولا غير كنكبوا الماء في الرملة؟ النجاح ديال المؤسسة السجنية لأن المهمة ديالها هو الأمن ماشي شحال من واحد فر ولا شحال وقع من حادثة. النجاح ديال المؤسسة السجنية والنجاح ديال السياسه ديال البلاد ديال اعاده الادماج هي شحال ربحنا في النسبه ديال حالات العود. حالات العود في جميع الدول كاينه، ولكن المهم هي ان تتقلص الى الاقصى. ثم حالات العود ماشي يدوز من جريمه الى جريمه اخطر، خصو يكون داز يعني حتى داك العود كنقلبوا ونقولوا نسالوا علاش هذا السيد اللي استثمرنا فيه راه ماشي هو اللي خسر، حنا اللي فشلنا في النوع ديال الاصلاح ديالو ديال كذا. بفضل يعني تضافر واحد الجهود ديال واحد العدد الفاعلين وذكرنا ربما المؤسسه ديال محمد السادس لاعاده الادماج السجناء اللي كتقوم بواحد العمل جبار خصوصا فيما يخص المفرج عنهم والتكفل بهم يعني في الرعايه اللاحقه. واحد العدد الناس اللي خرجوا كيلقاو الدعم والمواكبه لدرجه انهم كيندمجوا بواحد الشكل يعني في المجتمع اللي كيمكنهم انهم ما يرجعوش مره اخرى للجريمه وما يرجعوش للخطا مره اخرى. والمؤسسه كدير دراسات في نهايه كل سنه
على شرائح ديال النزلاء السابقين اللي كيفوق العدد ديالهم 6000 نزيل سابق، واللي تبين من خلالها ان واحد العدد قليل اللي كيرجع للسجن وكتكون عنده حاله العوده، وهذا دليل على ان هذه السياسه سياسه ناجحه ممكن تعود بالخير على النازل نفسه، على العائله ديالو، وعلى المجتمع ككل. ذلك ان لما كنعيدوا الادماج ديال واحد العدد ديال النزلاء السابقين كنشاركوا في الامن، كننزيدوا في الامن، كننقصوا الملفات اللي كتراكم داخل المحاكم، كنحسنوا ظروف السكينه السجنيه غتنقص، وبالتالي يعني ظروف العيش داخل المؤسسه السجنيه غتحسن، غنقصوا غنزيدوا في التاطير لان العدد الموظفين غادي يكون كافي بالنسبه للتاطير داخل المؤسسه السجنيه، غنقصوا الغلاف المالي المرصود للمؤسسه السجنيه. هي تداعيات كلها ايجابيه ديال هذه الفلسفه الجديده ديال اعاده ادماج نزلاء المؤسسات السجنيه. خصنا نزيدوا اكثر، واخا عندنا نتائج يعني ملموسه من جملتها انه تقريبا اكثر من 5000 و6000 سجين اللي تعالجوا بهذه الطريقه هذه. نسبه الرجوع الى السجن فيهم قليله جدا، ما تتوصلش 2-3%، بينما اللي ما خضوش هذا العلاج هذا اكثر من نص فيهم تعالج. تصبحون على خير وإلى حلقة قادمة.